فشل في جبهة غزة نتيجة لهذا التعاون الوثيق وأقول الوثيق بين المقاومة وفصائلها في غزة وفي الضفة الغربية وأيضا في لبنان، إضافة إلى القوة القتالية التي كانت تكبد هذا العدو، مزيد من التهجير ليس فقط من الجنوب على حدود القطاع على حدود قطاع غزة، وإنما في شمال فلسطين حيث أصبح لديه يعني فائض من النازحين من المهجرين نتيجة لوجود المقاومة في لبنان. هذا أولا. ثانيا الخسائر التي كان يتكبدها، يعني لم يأتي بقوة إلا وكانت تضرب كل الأمكنة التجسسية ومكنات التجسس والكاميرات وهذه الأعمدة التي كان ينصبها كانت تضرب، وحتى كان يأتي بجرافات ليضع عليها كاميرات كانت تضرب. المقاومة في لبنان فعليا أدت بهذا العدو إلى هزيمة خلال مدة سنة، تدخلت المقاومة وبقوة وكانت فعليا ليس فقط إسناد، كانت تساهم بأن تكبد هذا العدو خسائر قوية في الجيش في الرجال وفي العتاد وفي الدبابات وفي كل شيء، إضافة إلى مراكزه التجسسية والمصانع وما إلى هنالك، وخاصة التصريحات التي كانت تصدر عن المستوطنين في شمال فلسطين. نتحدث عن مقاومة كاملة القوة والقدرة، أثبتت من خلال تجربة امتدت من عام 1982 إلى عام 24 أنها عصية على أولا الاستهداف السياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وسفارتها في بيروت، وثانيا من القوى أو بعض القوى العربية واللبنانية التي تدعمها، وثالثا حتى من هذا الكيان الغاصب على اختراقات. ولذلك جهزوا لهذه المقاومة في لبنان أكثر مما جهزوا للمقاومة في فلسطين، والدليل على ذلك أنهم في لبنان هنا صنعوا ما يمكن أن يؤدي إلى اختراقات كبرى في بعض المناطق في لبنان وخاصة في الضاحية. الآن أرعبتهم المقاومة الإسلامية في لبنان؟ نعم أرعبتهم، وهي الجبهة بالأمس تحدث قال منذ أسبوع قال خلاص نحن الجبهة الأساسية بالنسبة لنا الشمال يعني جنوب لبنان، ومعنى ذلك بالأمس كمان صرح أنه نحن صفينا المقاومة وخلاص. ولكن أقول هنا وبكل دقة ووضوح وليعلم العالم أن هذه المقاومة استطاعت خلال فترة شهر ونيف أن تمنع هذا العدو من الدخول والتحصن في أي بلدة من بلدات الجنوب،